عزيزنا المستمع، هل تعاني من ضيق في القلب أو هم في النفس؟ هل تنعكس على حياتك أزمة الضمير أو شلل الأمانة أو نزيف المسؤولية؟ إذن تناول بسمة واحدة في مثل هذا الموعد من كل يوم. صلي على المختار صلوات الله عليه. ليلة قدر ما دراك؟ التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وانت ما دخلك بليلة القدر؟ اشتي ادركها ولو مر واحد في العمر. فهذا الصورة ما لها تطاير الجن، ما بالك بالملائكة؟ ما بين ارتحل صورتي الا عندما اسرك. بطل المماحكات، الباد اظلم. انت بينك وبين ليلة القدر ما بين السماوات والارض. ليش؟ من عمايلك. انا مخرب، انا قاطع طريق، انا بين هرب الموبقات. ما اظن. انا بين احتكر اقوات الناس. لا، انا بين اتحكم في الاسواق واشعلها نار وشرر على الغلابة. ابدا، انا مواطن دغري من البيت للبنك للمينة. ايوه، مواطن بعد حالي وبعد الشركات والمقاولي. اجتمع بلجنة المناقصات واجر حمولتي وحق ابن هادي وارجع لي البيت. ومه عايش في ثوب الستر بين كل ثلاث سندوتشات بالدولار وحلي بشيك وفي امان الله. ويحين عاد تترك ليلة القدر؟ الليلة. لكن وقتك مزحوم يا خبير. أن التمس في الوقت المناسب. متى؟ ما بين مصلحة الواجبات ووزارة المالية. إذا دركت ليلة القدر أنت فقتي من علامات القيامة. لماذا؟ أنت حق ليلة مغبرة وتشتي من يرزعك لو ما يناصلك. اتق الله يا خبير. اصرف النظر عن هذا الموضوع. كان اسمعني. طيب، ما حد عدلك ليلة القدر، لا أنا ولا أنت ولا غيرك. ما هو السبب؟ كيف ينزلوا الملائكة في هذا الجو الخانق؟ كيف؟ جو ملوث بكل أنواع السموم، من عوادم السيارات الخردة إلى مصانع القش والإحتياء. في هذا معك حق. أما ليلة القدر لابد ما ندركها بفضل واحد أحد. طيب، ما هو المراد؟ الدعاء والتضرع إلى الله. الدعاء المستجاب مقرون بشروط؟ لا قرون ولا شروط، السماء مفتوحة للآخر. كما اللهم إني داع فأمنوا. بعدك اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم عليك بالمستكبرين المعتدين أينما كانوا في البر والبحر والجو. آمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا.